السلام عليكم يا شباب. احنا بعد الريكاب بتاع الانترودكشن خلونا نتكلم على المسائل او البروبلمز اللي عندنا بتاعت شيت 1 اللي هي بروبلم سيت 1. بروبلم سيت 1 بجد سهلة جدا، الديتيلز بتاعتها اوريدي وي كفرد يعني في الريكاب، وهي مينلي بتجو ثرو الكونسبتس اللي هي بتاعت الاوبريتنج سيستم رولز، الكيرنل مود واليوزر مود، الفرق ما بين التراب والسيستم كول، يعني ايه سيستم كول اصلا. فهي يعتبر شيت سهل، هنجو ثرو ات كده وهنكتشف ان هو ايه، ما فيهوش مشاكل ان شاء الله يعني. فخلونا نبدا كده باول سؤال عندنا. هو بيقول لك ايه، there are several design goals in building an operating system. For example, resource utilization. Resource utilization زي ما قلنا ان انا استخدم ال resources بتاعتي efficiently، ما يبقاش في resource مثلا موجود وفي process عايزاه وانا سايبه، ما يعني مش مخلي ال process تستخدمه، فان انا ال utilization بتاع resources بتاعي يبقى اعلى ما يمكن. تاني برضو حاجة التايملنس، يعني ما يبقاش مثلا في بروسيس عايزة ريسورس دلوقتي وارد عليها بعد مثلا ايه 100 سنة، فالتايملنس ان انا اريسبوند على كل بروسيس ان ايه ان ا تايملي مانر او تايملي فاشن. روبستنس، الروبستنس يعني انه انا الاوبريتنج سيستم بتاعي يبقى equipped against ال crashes، مش بسهولة ان هو يحصل فيه errors ويكراش او يهنج او يحصل فيه deadlock او يحصل فيه مشكلة ما. فبالتالي احنا عندنا design goals كتيرة، مش بالضرورة بس المجموعة اللي هي كانت في الـ كانت موجودة في اللكتشر اللي هم دول. احنا كنا قلنا هنا في ال goals او ال objectives ال convenience وال efficiency وال ability to evolve، مش بالضرورة دول some of the objectives، تمام؟ فهو هنا في الشيت كان متكلم عن other design goals، علشان احنا في الشيت عندنا بنحاول نتكلم في مواضيع تانية، examples تانية غير الموجودة في اللكتشر. فبنتكلم على resource utilization ان انا utilize the resources بتاعتي efficiently، ال timeliness انه يبقى في ال response in a timely behavior، ال robustness ان ال system يبقى robust against ال crashes و against ال security threats والكلام ده كله. طيب هو بيقول لك give an example of two design goals that may contradict one another. يعني فكر كده في ديزاين، اتنين ديزاين جولز، احنا عايزين نديزاين الاوبريتنج سيستم، نديزاين تو جولز، او بنديزاين الاوبريتنج سيستم with an eye towards the two goals دول. فعايزين اكزامبل لتو جولز بنحاول نحققهم برغم ان التو جولز دول بيكونتراديكتوا بعض، او لو عملنا واحد مش هنعرف نعمل التاني، او لو واحد بقى كويس قوي الجول التاني مش هنعرف نحققه بنفس الكفاءة. فايه اكزامبل لديزاين جولز bit contradict one another. تمام، لو فكرنا شوية مثلا، تعال نفكر في two design goals، مثلا حاجة زي ال fairness versus efficiency. يعني ايه fairness versus efficiency؟ يعني تعال نفترض كده مثلا ان انا عندي ايه، ان انا جالي مثلا ايه process one او program one، يعني ما نعرف انه كلمة process ممكن تبقى لسه احنا مش familiar فيها قوي، بس ال process هو running program من الاخر يعني. فعندي program 1 و program 2 و program 3، خلاص جم بالترتيب ده. فال fairness بيقول ايه؟ ال fairness بيقول اللي جه الاول اخده الاول اشغله، بعد كده اخد اللي بعده، يعني P1 جه قبل P2 ف P1 يخش السيستم يشتغل، بعد كده P2، بعد كده P3. فده فيرنس، احنا طبعا نحبس جدا ان الفيرنس يتحقق، بس في نفس الوقت لو افترضنا ان P1 ده كان بياخد مثلا ثانية، و P2 ده مثلا بياخد 100 ثانية، و P3 بياخد ثانيتين، خلاص اعتبره طابور في بنك او طابور في اي كيوينج سيستم. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ P1 هيشتغل في ثانية، بعد كده P2 هيقعد 100 ثانية بيشتغل، و P3 هيفضل ويتنج ال 100 ثانية دول، في حين ان هو ممكن في ثانيتين يخلص. فكان انهي مور افيشنت، ان انا ادخلهم P1 P2 P3 ولا ادخلهم P1 P3 P2؟ كان المنطقي ان انا ادخلهم لو efficiency
من ناحيه الافشنسي، يعني ان انا ادخل بي 1 وراها بي 3 وراها بي 2، فساعتها الويتنج تايم بتاع الثلاثه بروسيسز هيقل، عكس لو دخلتهم بي 1 بي 2 بي 3 الويتنج تايم بتاعهم هيزيد، لان بي 3 في الحاله دي هتستنى كتير جدا، هتستنى حوالي 100 ثانيه. فبالتالي احنا التو جولز دول بنحاول نحققهم، بس مش بالضروره نقدر نحققهم مع بعض، لان هو بيكونتراديكتوا بعض، الفيرنس والافشنسي. ايه تاني برضو غير الفيرنس والافشنسي؟ عندنا مثلا الكونكرنسي والبرفورمانس. الكونكرنسي والبرفورمانس احنا نفسنا من الاوبجكتيفز بتاعتنا ان احنا نقدر نرن 10 بروجرامز ات ذا سيم تايم، 100 بروجرام ات ذا سيم تايم، صح؟ كل ما نقدر نرن عدد بروجرامز اكتر في نفس الوقت يبقى دي حاجه جميله، وده معنى الكونكرنسي. كونكرنت يعني انا بشغل حاجتين ات ان بارلل ات ذا سيم تايم، فمعنى ان انا عندي تو كونكرنت بروجرامز ان هما بيرنوا في نفس الوقت. طبعا هو اكشلي لو انا عندي 1 سي بي يو كور فانا ما ينفعش ان انا اكون بران حاجه في نفس، يعني ارن حاجتين عليهم في نفس الوقت، بس هو اللي بيحصل ان انا بانترليف ما بينهم، بسويتش ما بينهم بسرعه جدا، ف كيوزر ما بيقدرش ان هو يلحظ التغير في الايه، في السويتش ما بين التو بروجرامز دول. فالمهم ان انا عايز ان الكونكرنسي تزيد، عايز ان انا اقدر اشغل اكتر من بروجرام في نفس الوقت، بس في نفس الوقت كل ما اشغل بروجرامز كتيره في نفس الوقت ايه اللي هيحصل؟ الريسبونس تايم بتاع كل بروجرام هيقل، صح؟ يعني لو انا مشغل 10 بروجرامز تمام، فالكور بقى بيخدم 10 بروجرامز غير لما ارن 100 بروجرام، فالسي بي يو كور هيخدم 100 بروجرام، غير لما ران 2 بروجرامز فالسي بي يو كور هيخدم 2 بروجرامز بس. فبالتالي البرفورمانس هيقل كل ما الكونكرنسي ايه، كل ما الكونكرنسي تزيد. برضو عندنا حاجه تانية زي الكونتراديكشن ما بين الفيرنس والريل تايم اوبريشن. بمعنى طبعا احنا مش بالضروره بنتكلم على اوبريتنج سيستم فور، يعني فور ماشينز، ممكن نكون بنتكلم على على اوبريتنج سيستم فور ان امبيدد ديفايس، تمام؟ حاجه زي مثلا عربيه، تمام؟ ف فور اكزامبل يعني ايه ريل تايم اوبريشن؟ ريل تايم اوبريشن يعني ان انا مثلا محتاج ان انا اطلب حاجه او ريكوست سام ريسورس ف او ريكوست سام سيرفيس، انا عايز السيرفيس دي تتنفذ في اللحظه دي. يعني ايه برضو؟ خلينا نقول مثلا ان اللايف فيديو از ا ريل تايم فيديو او از ا ريل تايم سيرفيس، يعني ما ينفعش ان انا اكون ابقى داخل في فيديو كونفرنس خلاص واكون انا بتكلم وصورتي وصوتي يوصلوا بعد ساعتين، لازم وانا بتكلم صوتي وصورتي يوصلوا ات ذا سيم تايم، فدي ريل تايم اوبريشن، ما ينفعش يبقى فيها اي نوع من انواع الديلي. لكن نون ريل تايم اوبريشن حاجه مثلا زي ما اقول لك ان انا هبعت ميل، هعمل اتاتشمنت لبي دي اف، فالابلود ياخد وقت ما ياخد والميل يوصل وقت ما يوصل، مش ايرجنت ان انا في الوقت اللي انا ابعت فيه الميل يوصل في التو واللحظه، ممكن مثلا يتاخر دقيقتين ثلاثه مش مشكله نتيجه انه في مشكله او في الباث طويل او في حاجه في النتورك كونجستشن او ايا كان، فده نون ريل تايم اوبريشن. على سبيل المثال في الامبيدد سيستمز انه انا مثلا انا عندي العربيه البريكس او البريكنج سيستمز الفرامل دي ريل تايم اوبريشن، ما ينفعش ان انا ادوس على الفرامل الاقي ان لا ما اتنفذتش، احنا كده هنعمل حادثه. فهنا بنلاقي ان انا عندي تو ديزاين جولز بيكونتراديكتوا، الفيرنس والريل تايم اوبريشن. بمعنى ان انا ما ينفعش مثلا ان انا طبعا قلنا الفيرنس ان انا دخلت ثلاثه بروسس ورا بعض يبقى ايه يتنفذوا بالترتيب اللي دخلوا فيه، ده الفيرنس، ده العدل، تمام؟ انما الـ لو انا بقى بتكلم على كده، نفترض ان الدرايفر مثلا ام ايه ام مشغل مثلا اغاني على الراديو، بعد كده ام رجع كرسي العربيه لورا مثلا، ولو ان ده ميكانيكال اوبريشن يعني خلينا نقول حاجه لو يعني كمبيوترايزد يعني، وبعد كده عمل داس على الفرامل، فما ينفعش ان انا اقول له لا معلش انا مش هدوس على الفرامل او مش هنفذ الكوماند بتاع الفرامل علشان في كوماند بتاع الراديو لازم اشغله الاول، تمام؟ هو انت فير بس انت هتموت الراجل وهتعمل توتال لوس في العربيه، العربيه هتتدمر، فبالتالي لازم ان انا ابقى فير، جميل جدا، بس نفس الوقت انا محتاج ريل تايم اوبريشن. لو هو داس على الفرامل ان شاء الله دي البروسيس رقم 100 اللي داخله لازم ان انا انفذها لان دي حاجه لا تحتمل الديلي.
طبعا في ديزاين جولز تانية كتير جدا غير تقدر تفكر فيها، يعني نقدر نتكلم فيها غير دول طبعا كلها صح، بس اهم حاجة ان انت وانت بتفكر فيهم يكون التو جولز بيكونتراديكتوا بعض، ان انا عشان احقق واحد لازم التاني يكون كمان مش هيتحقق او هيتحقق بصورة اقل او مش هعرف اوصل له زي الديزاين جول الاولاني. بعد كده بنلاقي اسئلة اغلبها احنا وي كفرد في الريكاب فيديو، جينا قلنا واتس ذا كيرنل اوف ان او اس، قلنا الكيرنل ده هو الايه، هو السوفت وير اللي بيقدر ان هو انترفيس مع الهاردوير، هو اللي بيرن اون بير هاردوير without any supporting software، يعني احنا شايفين الكيرنل مش بيرن اون اني ايه اون اني بيرن اون الهاردوير without any supporting software، ما فيش اي سوفت وير لاير ما بين الكيرنل وما بين الديفايسز دي او ما بين الهاردوير ده، وفي نفس الوقت الكيرنل بي بروفايد سيرفيسز تو ذا ايم تو ذا ابلكيشنز. خلاص فالكيرنل هو اللي بيقدر ان هو حاجتين زي ما قلنا، هو الكور بتاع الاوبريتنج سيستم بتاعنا، هو اللي بيرن اون ذا توب اوف هاردوير without any supporting software، وهو كمان كل الايه معاه ال يعني الكيرنل مع السبورتنج ابلكيشنز، الاثنين دول كلهم بيعملوا لي الاوبريتنج سيستم. اوكي تمام، فالكيرنل هو اللي بيبروفايد السيرفيسز تو ذا ايه تو ذا ابلكيشنز. طيب جينا بعد كده بنسأل why is a user mode and kernel mode considered good operating system design? Give an example that illustrates a user process being switched from user mode to kernel mode and then back to user mode. ليه اليوزر مود والكيرنل مود ده يعتبر good operating system design؟ ليه دي حاجة مرغوب فيها وحاجة كويسة؟ زي ما اتفقنا وشرحنا في الريكاب فيديو قلنا ان الهدف من اليوزر مود والكيرنل مود هو الايه؟ ال security and protection، وممكن كمان ال robustness. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انا عايز a secure و protect the system against ال uneducated users اللي ممكن يخشوا يعملوا ايه؟ اللي ممكن يخشوا يغيروا change ال memory map of the kernel، ممكن ي disable all interrupts، تمام؟ ممكن يعملوا ايه؟ ممكن يعملوا حاجات كتيره جدا، او ممكن ان هم يموديفاي الايه اللوكيشن تمام اوف ايه اوف سم بروجرامز نيدد باي ذا كيرنل تو ايه تو اوبريت. فالحاجات دي كلها انا لما بعمل الكيرنل مود واليوزر مود بمنع اليوزر ان هو اليوزر العادي مش البريفليجد يوزر ان هو يقوم بالايه بالاوبريشنز دي. طيب تاني حاجة بنسأل give an example that illustrates a user process being switched from user mode to kernel mode and then back to user mode. تمام جميل جدا. ايه بقى؟ خلينا مثلا احنا قلنا example already example الايه الفايل سيستم، خلاص ان انا عندي شوية كود مثلا اهو كود، وجينا هنا مثلا في النص جينا قلنا ايه f equal f open file dot text، تمام، وبعد كده عملنا شوية كود، وبعد كده قلنا ايه f close مثلا f او f dot close. طبعا انا هنا بكتب سودو كود، انا ده مش syntax language يعني. فهنا ايه اللي حصل؟ البروجرام ده كان شغال in user mode عادي جدا، كان شغال كان بينفذ كود عادي جدا، لحد اما جينا في السطر ده قلنا له معلش روح open الفايل ده، ففي الفايل ده عملنا ايه؟ switched من اليوزر مود to kernel mode. خلاص ليه بقى؟ ليه حصل كده؟ علشان الاوبريتنج سيستم هو الوحيد الريسبونسبل ان هو يقدر يقدر ياكسس او يقدر يروح يفتح الفايل ده ويجيب اللوكيشنز بتاعته، لان دي من اختصاصات او من الريسبونسابيلتيز بتاعت الاوبريتنج سيستم، ان هو الريسبونسابيلتيز بتاعته الفايل سيستمز. وبعد الكيرنل مود رجع تاني في الكود هنا، رجع تاني لايه؟ لليوزر مود عادي جدا. فمن اليوزر مود للكيرنل مود للايه؟ لليوزر مود. اوكي طيب. عندنا بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لك which of the following instructions should be allowed only in kernel mode، انهي instructions من دول بس المفروض نخليها in kernel mode؟ disable all interrupts اكيد، يعني ده حاجة اتفقنا عليها انها لازم تبقى بس في الكيرنل مود. read the time of day clock، اقرا ال time of day clock،
دي برضو حاجة عادي انها تبقى في الكيرنل مود او في اليوزر مود، لانه ادام هيريد التايم اوف داي كلوك فما فيش يعني ما فيش ما يستدعي ان انا اخلي الانستراكشن ده في الايه، في البريفليجد مود. اوكي، طب اللي بعدها بقى عشان تشوف الفرق، set the time of day clock in the chipset. فانا لا، ده انا اروح اغير الكلوك بتاعت الشيبسيت، السيستم كلوك، فده طبعا ده لازم يبقى في الكيرنل مود. ليه؟ لانه انا هنا على فكره مش قصدي بيه ان انا اروح اغير الكلوك اللي هو بتاعت موجوده تحت في الويندوز دي، ان انا بدل ما تبقى الساعه 9 وربع اخليها 10 وربع مثلا، لا، المقصود هنا ان انا مثلا اروح اغير الكلوك بتاعت السيستم، فبالتالي لو في اي سكيدولد تاسكس مثلا المفروض تخلص في وقت معين فهي هتتغير، فهيحصل هيحصل inconsistencies في ال execution بتاع التاسكس بتاعتي، فبالتالي حاجة زي كده المفروض تبقى allowed only in kernel mode. change the memory map رابع حاجة، دي طبعا برضو لازم تبقى في kernel mode، لأن أنا ممكن لما أغير الميموري ماب أروح الكيرنل أنقله في مكان تاني غير المكان اللي المفروض البوت لودر مستنيه، فيحصل مشكلة والسيستم ما يقومش. أوكي، طيب قلنا بقى الحتة دي كتير. ايه what's the purpose of a system call in an operating system؟ ايه الهدف من السيستم كول؟ زي ما قلنا السيستم كول هي اللي بتسويتش ما بين اليوزر مود للكيرنل مود، خلاص، ودي بنحتاجها لما بنكون محتاجين نعمل some operation او some process الاوبريتنج سيستم وحده هو اللي يقدر يعملها. فبنعمل السيستم كول ده ان احنا بننقل الاكسكيوشن من البروجرام للاوبريتنج سيستم. اوكي، طيب What's a trap instruction? Explain its use in operating system. قلنا التراب هو is a software interrupt. خلاص، زيه زي الهاردوير interrupt بس هو software interrupt، وبنستخدمه لو حصل interrupt من ناحية ان انا في software مثلا ممكن يكون نتيجة error، نتيجة exception، نتيجة اي حاجة هتنقل ال execution من ال operating. يعني مثلا say ان انا بروح احاول افتح فايل والفايل ده الاوبريتنج سيستم راح يفتحه ما لقاهوش، خلاص، فلما الاوبريتنج سيستم ما لقاش الفايل راح يعمل ايه؟ بيروح يعمل تراب للايه، للابلكيشن بروجرام اللي نادى الايه، الكول دي للسيستم كول، خلاص، فده التراب انستراكشن. حلو، فبنسميه هو سوفت وير انتربت. انتربت جه مش نتيجه انه البرنتر خلص برنتنج، ولا ان البايتس اتبعتت على النتورك بورت، ولا ان الداتا بقت ترانسفيرد على الدي ام اي، ولا اي حاجه من الحاجات دي، لا، هو انستراكشن حصل نتيجه انه بعتنا سوفت وير انتربت، نتيجه انه مثلا الفايل جينا نفتحه ما لقيناهوش، او لقيناه في حته غير اللوكيشن اللي احنا كنا كاتبينه، فالاوبريتنج سيستم بيبعت تراب للبروجرام اللي عمل السيستم كول يقول له انه حصل مشكله وان انا اي كودنت اوبن ذا فايل. اوكي، السؤال اللي بعده بيقول لك تو ا بروجرامر ا سيستم كول لوكس لايك اني اذر كول تو ا لايبرري بروسيدجر. Is it important that a programmer know which library procedures result in system calls under what circumstances and why? يعني دلوقتي احنا اتفقنا ان السيستم كول شكلها شكل اي library procedure، يعني هي مجرد كول عادية جدا زي اي function call. هل مهم ان البروجرامر يبقى عارف انهي library procedure ممكن يبقى جواها system calls او ممكن ينتج عنها system calls و under what circumstances and why؟ تمام، يعني بمنتهى البساطه، هل البروجرامر المفروض يبقى عارف ان اف اوبن دي ان دي سيستم كول، ولا يبقى عارف ان دي لايبراري بروسيدجر عادي، ان دي فانكشن وليها الامبلمنتيشن بتاعها في اللايبراري اللي انت عامل لها هاش انكلود، فهل او عامل لها يعني امبورت از ا باكج وات ايفر اللانجوج يعني. فبالتالي احنا محتاجين نعرف الفرق ما بين الاثنين دول، ولا كبروجرامر اتس ميكس نو ديفرنس بالنسبه لنا. ف لو جينا فكرنا فيها، انت كبروجرامر انت مش فارق معاك، يعني هل انت عمرك فكرت دي؟ انت حتى بدليل ان انت بقالك سنتين بتديفلوب ابلكيشنز او ممكن اكتر كمان من سنتين، وعمرك ما فكرت انه هل الابلكيشن دي بينتج عنها او الكول دي از سيستم كول اور نوت، بدليل انك بتستخدم الفانكشنز عاديه جدا من غير ما بتباذر يور سيلف هل دي سيستم كول ولا لا، فهي مش فارقه. ولكن امتى تكون فارقه؟ لو البرفورمانس از ا كريتيكال كي فاكتور عندي. يعني ايه؟ يعني البرفورمانس بتاعي هيفرق جدا
فانا محتاج ان انا مينيمايز السيستم كولز على قد ما اقدر. ليه؟ لان السيستم كول بيبقى فيها اوفر هيد نتيجه السويتشنج ما بين اليوزر مود للكيرنل مود، ما بين ان انا بسويتش ما بين الابلكيشن للاوبريتنج سيستم يروح مش عارف يعمل ايه، وبعد كده يرجع الاوبريتنج سيستم يرجع الاكسكيوشن تاني للابلكيشن. فلو البرفورمانس از ا كريتيكال كي بوينت ان ذا ابلكيشن ريكويرمنتس، فبالتالي لا ساعتها محتاجين ان احنا انالايز مين الكولز اللي نتيجه لايبراري بروسيدجرز ومين الكول اللي نتيجه سيستم ايه سيستم كولز. تمام. طيب السؤال اللي بعده بيسالك وات از مالتي بروجرامينج، ايه المقصود بكلمه مالتي بروجرامينج؟ مالتي بروجرامينج المقصود ان انا اقدر ارن مالتيبل بروجرامز ات ذا سيم تايم، ايزي مش اكتر من كده، ارن مالتيبل بروجرامز في نفس الوقت، ده المالتي بروجرامينج. طيب نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لك هو السؤال اللي بعده بيبيلد اون واتس مالتي بروجرامينج، بيبيلد على السؤال اللي قبله. بيقول لك اون ايرلي كمبيوترز every بايت اوف داتا read or written was directly handled by the CPU. That's to say there was no DMA. What implications does this organization have for multi programming؟ طيب انا هنا هاسيوم ان الناس درست مايكرو بروسيسورز وعارفه ايه هو الدي ام اي. اوكي طيب، طيب للي مش فاكرين خليني كده نفتكر الدي ام اي دي باي ذا واي كان اسمها دايركت ميموري اكسس. فالدي ام اي او دايركت ميموري اكسس دي كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره ان انا بيبقى عندي السي بي يو خلاص، وعندي البريفرال يونتس اللي هي الانبوت اوتبوت ماشي، وعندي الميموري خلاص. اللي بنتكلم فيه هنا ان انا لو انا عايز مثلا في السي بي يو ده في بروسيس ماشي شغاله طالبه ان هي تبعت داتا للبرينتر ماشي، عايزه تبرنت دوكيومنت خلاص. فزمان من غير الدي ام اي ده كان ايه اللي بيحصل؟ السي بي يو بيروح يكلم البريفر يونت ده اللي هو البرينتر، يقعد يبعت له الداتا بتاعته خلاص. يبقى السي بي يو كان بيروح يكلم البريفر يونت دي او البرينتر، يقعد يبعت الداتا دايركت من السي بي يو للبريفر يونت. طيب لو في بروسيس تانية عايزة تشتغل وايل الانبوت اوتبوت بيحصل ده، انا عندي سؤال، هو السي بي يو في اللحظة دي هل هو بيعمل يوسفول ورك؟ لا، هو قاعد بينقل، قاعد بينقل داتا من السي بي يو للبريفرال، في داتا عادة بيحصل فيها ترانسفير، فبالتالي السي بي يو از دوينج نوثينج يوسفول. هو السي بي يو از 100% اوكيوبايد في الايه؟ في الانبوت اوتبوت خلاص، قاعد بيعمل ايه انبوت اوتبوت لمين؟ بيبعت داتا للبريفرال يونت. طيب في وجود الدي ام اي ايه اللي حصل؟ السي بي يو خلاص بيروح يقول للدي ام اي تعامل انت مع مين؟ مع البريفرال يونت خلاص، لان الدي ام اي له اكسس على الميموري، فيروح هو ياكس دايركت ميموري اكسس، فهو بياكسس الميموري دايركت، فيروح هو يبعت الايه؟ يبعت يتعامل هو مع البريفرال يونت ويسيب السي بي يو ينفذ او يشتغل على انذر program او another process او another task. فبالتالي هيبقى في وقت ما السي بي يو شغال على تاسك تانية مش ملهاش علاقة بالتاسك اللي عمالة بتنقل للبرينتر، وسايب الدي ام اي هو اللي عمال ينقل الداتا من الميموري لمين؟ للبريفرال يونت. لكن في الوضع الاولاني ما كانش عندي دي ام اي، فالسي بي يو كان بتاخد الداتا من الميموري تبعتها لمين؟ للبريفرال يونت. من الميموري للمين؟ للبريفرال يونت. فالسؤال بيسألك On early computers, every byte of data read or written was directly handled by the CPU. كانت directly handled by مين؟ By CPU. يعني أي بايت بنقراها أو بنكتبها بنقراها من الميموري تمام؟ أو بنكتبها للبريفرال يونت كانت عن طريق CPU، ما كانش فيه DMA في الأول. فبيسألك سوري بيسألك What implications does this organization have for multi-programming؟ ده هينتج عليه إيه بقى بالنسبة للمالتي-programming؟ هل هنقدر نشتغل كمالتيبل بروجرامز؟ طبعا، لان انا لما يبقى عندي دي ام اي ساعتها هقدر ان انا ايه اخلي في بروجرام او في بروسيس شغاله هنا قاعده بتعمل ترانسفير ما بين الميموري البايتس ما بين الميموري والبريفر يونت، وفي نفس الوقت هيبقى عندي بروسيس ثانيه خلاص شغاله على السي بي يو بتعمل حاجه بروسيسور باوند مش انبوت اوتبوت باوند. بنسمي يا شباب البروسيس اللي شغاله على السي بي يو دي بنشغلها بنسميها سي بي يو باوند، والبروسيس اللي بتعمل انبوت اوتبوت بتنقل بتعمل ترانسفير للداتا ما بين الميموري والبريفر يونت دي بنسميها انبوت اوتبوت باوند. فبالتالي في وجود الدي ام اي هنقدر ان احنا يبقى عندنا اكتر من بروجرام، هنقدر ان احنا ناتشيف مور مالتي بروجرامينج.
لكن without الدي ام اي نو ماتر احنا عندنا كام بروجرام شغال، فاحنا ما نقدرش نشغل غير one بروجرام بس at a time على السي بي يو. فده الفكره بتاعت الدي ام اي انها سمحت لنا بالمالتي بروجرامينج. بعد كده بنتكلم على مسألتين، ودول اخر مسألتين في الشيت. بيقولك a computer system has enough room to hold four programs in its main memory. يعني ايه؟ يعني في عندنا computer system يقدر يشيل اربعة programs في المين ميموري بتاعته. These programs are idle waiting for input output half the time. يعني البروجرامز دي نص وقتهم هم بيبقوا واقفين ما بيعملوش حاجة، هم بيبقوا waiting for input output أو بيعملوا transfer للداتا، هم ما بيعملوش حاجة. What fraction of the CPU time is wasted؟ طيب من الـ CPU time كله الـ fraction wasted قد إيه؟ الوقت اللي ضايع قد إيه؟ فهنا في equation لذيذة جدا بن عرفها. لو درستوا كمبيوتر اركيتكتشر هتاخدوها، لو ما درستوهاش هي ايكويشن يعني مش ايكويشن صعبه. بنقول ان السي بي يو يوتيلايزيشن ايكوال 1 ماينس بي اوكي باور ان اوكي، ما فيش ايه يعني، خلينا نشيل 1 ماينس ايه ماينس بي باور ان. السي بي يو يوتيلايزيشن 1 ماينس بي باور ان. طيب ايه هي البي وايه هي الان؟ ال P هو ال number of programs، سوري ال N هو ال number of programs تمام، و ال P هو ال fraction of time wasted أو idle تمام، ال fraction of A time idle أو wasted. حلو، ف N هو ال number of programs، P هو ال fraction of A of idle time او ال wasted time. فلو جينا عوضنا هنا فال P هتبقى بكام؟ ال P هو ال fraction of idle time، فانا عندي كل program، طبعا ده per program يعني ماشي، ده per program لكل program، فانا هنا عندي ال program الواحد بيبقى فيه نص الوقت half the time يعني 0.5 wasted او idle waiting for input output. خلاص، والنمبر اوف بروجرامز عندي كام؟ 4، يبقى 1 ماينس 0.5 باور 4. ده كده الايه؟ ده كده السي بي يو يوتيلايزيشن ماشي، اللي هو كام ده؟ اللي هو 1 ماينس 1 اوفر 16 يدينا 15 اوفر 16 اوكي تمام. بس هو هنا بيسال عن مين؟ بيسال عن الفراكشن اوف سي بي يو تايم از ويستد. اللي احنا بنحسبه ده بنحسب اليوتيلايزيشن. يعني ايه يوتيلايزيشن؟ يعني 15 على 16 من الوقت اللي البروسيس دي كانت شغاله، او يعني من ال 15 على تايم، من لو قسمنا السي بي يو تايم 16 يونت، ففي 15 يونت منهم كانوا مستغلين بطريقه efficient، لكن او كانوا يوتيلايزد عامه، خلاص كان السي بي يو بيعمل فيهم يوسفول ورك، لكن في قد ايه بقى فراكشن كان ويستد؟ فال ويستد time equal a equal 1 minus utilization او equal p power n على طول، اللي هو هيبقى 1 over 16. ده الـ a الـ fraction of time that is wasted. خلاص، فالـ CPU utilization زي ما قلنا الـ n هي الـ number of programs، وساعات بنسميها degree of multi-programming، يعني انا عندي كام program شغال، ده الـ n. والـ p هو الـ fraction of time idle او wasted او waiting for input output، يعني كل دي ايه؟ مسميات. خلاص، per program. طيب تعالى نطبق الكلام ده على المسألة اللي ايه اللي بعدها. بيقولك a computer has 2 gigabytes of RAM of which the operating system occupies 256 megabyte. Processes are all 128 megabyte، يعني each process is 128 megabyte for simplicity and have the same characteristics. If the goal is 99% CPU utilization, what is the maximum input output weight that can be tolerated؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو الراجل، تعال ناخد الرول ده كده ماشي، بيسأل بيقول لك والله انا عندي، مدينا شوية inputs، بيقول لنا ان انا عندي 2 جيجا بايتس اوف رام، الاوبريتنج سيستم واخد منهم 256 ميجا بايت، يبقى متبقي قد ايه؟ متبقي 2 جيجا بايتس ماينس 256
خلاص. البروسيسز كل بروسيس 128 ميجا بايت. يبقى انا لو انا عايز اعرف انا عندي كام بروسيس، عايز اعرف ال n عندي كام بروسيس، اعمل ايه؟ ال n هتبقى ايكوال ايه؟ ايكوال 2 جيجا بايت اللي هو التوتال سايز بتاع الرام ماشي، ماينس 256 ميجا بايت اللي هو السايز بتاع مين؟ الاوبريتنج سيستم. هشيل من ال 2 جيجا بايتس ال 256 اللي هم بتوع الاوبريتنج سيستم، واقسم الكلام ده على مين؟ على السايز بتاع البروسيس الواحده. هو الديفرنس ده جاب لي ايه؟ الماينس ده جاب لي السبيس اللي البروسيسز كلها واخداه. طيب انا عايز اعرف انا عندي كام بروسيس؟ فلو انا عرفت ان البروسيس الواحده واخده 128 ميجا بايت، فلو قسمت الكلام ده على ده هيجيب لي فيه ايه؟ في كام بروسيس عندي، صح كده؟ طيب وعلشان برضو نبقى عارفين، انا عشان عايز ايونيفاي الكلام ده كله، فالاسهل ان انا احول الجيجا بايت دي لايه؟ لميجا بايت. ف 2 جيجا بايت، الجيجا بايت ب 1 جيجا بايت ب 1024، اوكي؟ يعني 1 جيجا بايت ايكوال 1024 ميجا بايت. فدي تبقى عباره عن كام؟ 2048 ميجا بايت ماينس 256 ميجا بايت، ودايما بحب اكتب اليونتس جنبها علشان ايه؟ علشان ما اتلخبطش، على 128 ميجا بايت. اوكي نحسب الكلام ده هيطلع معانا كام؟ تطلع معاك ال N ب 14، يبقى كده عندي N 14 بروسيس. طيب هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو الجول از ان انا احصل على 99 سي بي يو يوتيلايزيشن، ان انا عايز احصل على 0.99 يوتيلايزيشن، فبيسالك وات از ذا ماكسيمم انبوت اوت بوت ذات كان بي توليريتد. ايه هو ماكسيمم انبوت اوت بوت ويت؟ ايه هو البي اللي انا ايه؟ اللي انا اقدر اتحمله. فهو عايز ايه؟ لو الجول 99% سي بي يو يوتيلايزيشن، يعني انا عايز اخد utilization 0.99 او ايه او اكتر، فانا عايز 1 minus p power في كام؟ 14. خلاص فده معناه ايه؟ ده معناه انه انا عايز، طبعا انا عارف انه الباوربوينت مش بيبقى بسهوله ان انا اكتب equations، فخليني ان انا اكتبها تحت كده. فانا عايز p power 14 هودي ايه؟ هوديها الناحيه الثانيه تبقى اصغر من 1 minus 0.99 اللي هو 0.01. حلو. فبالتالي انا عايز اجيب البي لوحدها اللي هو الـ input output weight. فلو انا جيت عشان اخلص من الباور ده محتاج اعمل ايه؟ باي شكل من الاشكال بقى، ان انا ممكن احط لين هنا وهنا، ممكن احط log to the base 14 ايا كان، يعني ممكن احط log to the base 14 او لين هنا وهنا او log عادي براحتك. سوري انا قصدي log عادي، مش log to the base 14، log عادي. فانت لو جيت مثلا قلت له حطيت لوج هنا للطرفين فالباور هينزل، فتقوم ايه تقدر انك ايه تحسبها على الكالكوليتر عادي. المهم يعني ان البي لما تيجي تحسبها هتطلع معاك ان البي اصغر من 0.72. يبقى انا الماكسيمم انبوت اوتبوت ويت، الماكسيمم فراكشن اوف انبوت اوتبوت ويت يكون كام؟ 72%. يعني لازم يكون اقل او يعني اقل من او قد 0.72، ما ينفعش يزيد عن كده. فالماكسيمم انبوت اوتبوت ويت كام؟ 0.72 او 72% اوف ايه؟ اوف سي بي يو تايم. تمام. فكده احنا وصلنا تو ذا اند اوف ذس شيت. مينلي دي كانت الكفرد كويستشنز يعني. بس شكرا جزيلا.